طالبت عوائل نازحة من قضاء الشرقاط شمالية محافظة صلاح الدين من القوات الحكومية بالإفراج عن ذويهم. وتروي عشرات العوائل النازحة من قضاء الشرقاط أوضاعا مأساوية يعيشونها بعد أن قامت القوات الحكومية باعتقال الرجال وفصلهم عن عوائلهم، فيما نقلت النساء والأطفال إلى مخيمات النزوح. يأتي هذا بعد أن بدأت القوات الحكومية عملية استعادة قضاء الشرقاط شمالية تكريت من تنظيم داعش. تنفصل هذه العوائل الرجال عن النساء والأطفال لغرض تدقيق الموقف الأمني للعوائل النازحة اللي عليه مؤشر أمني يتم الاحتفاظ به حقيقة لدى القوات الأمنية، واللي ما عليه مؤشر أمني يتم جلبه إلى المخيمات اللي تقع ضمن المناطق المحررة. أنا خذولي ستة، من ضمنهم ولد اثنين، ولد عمامي ستة، كلهم اخذوهم عزلوهم اخذوهم، واحنا واحد وهم واحد. احنا صفونا نسوان واحد ورجال واحد، ما نعرف وين الولد راح. ولدنا احنا ظلينا بصفحه وولدنا راحوا 13 واحد، ولد عم زوجي هم وولدهم. صار تقريبا 3 أشهر ونص بعد ما شفنا ولا جاء منا خبر. نطالب من الله ومن الحكومه تطلع لنا اياه، ويطلعوا على عيالته. داعش عيالته هم قاعده بحياتهم، لا فلوس ولا كل شيء.